صباح الخير. فقرة جديدة من أوروسكوب اليوم بقدم لكم إياها عبر شاشة الام تي في، ومبلشها مثل كل يوم مع برج الحمل. مهنياً حماسك وطاقتك ممكن يزيدوا اليوم بسبب تغيرات إيجابية بحياتك المهنية، وبالتالي حتستغرب من بعض ردات الفعل السلبية لبعض الزملاء. أما عاطفياً، توتر الشريك الواضح هي اللي ممكن يكون سبب مشاكل عائلية عم بحط بالواجهة حنيتك وطيبة قلبك. صحياً بترجع لممارسة عملك ونشاطك مثل قبل بعد ما حسيت إنه صحتك كانت تعبانة بالماضي. عزيزي الثور، مهنياً إذا كنت متضايق شوي من بعض تصرفات الزملاء، كون صريح معهم، فيمكن ما يكونوا قصدين إزعاجك. أما عاطفياً، حاول إنه تسيطر على تصرفاتك مع الأصحاب، وخاصة يلي ممكن تستفز وتنزعج من تصرفاتهم. صحياً انتبه على حالك من الكريب، وقوي مناعتك من خلال النظام الغذائي المتوازن. ننتقل للجوزاء. مهنيا بتعالج مشاكل كانت علقانة، وبتلاقي لها مخارج مناسبة لكل الأطراف. انتبه من غلطة صغيرة ممكن تكلفك كتير. أما عاطفيا، مشاكل عابرة ممكن تتعرض لعلاقتك بالشريك، لكن بتنحل دغري بما أنه الثقة والصراحة هن أساس هالعلاقة. صحيا، التعب اللي عم تحسه بعد كل حركة ممكن يكونوا سبب وزنك الزايد، فانتبه على صحتك وحاول أنك تستشير طبيبك الخاص. السرطان. مهنيا ما تتسرع بالحكم على الزملاء إذا ما كنت متأكد من معلوماتك، تما تحط حالك بموقف ممكن يسبب لك مشاكل، وبالتالي توتر الجو بالشغل، وهذا الشيء ما راح يكون مناسب. أما عاطفيا، الصبر هو الحل الوحيد بين إيديك حاليا، وإلا حتخسر كل شيء صار لك فترة عم تبني. صحيا، إذا عم تعاني من وجع دينين أو دوخة، ما تهمل حالك واستشير طبيبك. منوصل للأسد. مهنيا، المواضيع يلي كانت تاخد كتير من وقتك وكنت تعتبرها من الأساسيات بالماضي، صارت بالوقت الحالي من الكماليات، وعم تحط كل تركيزك على شغلك، وصار همك تطور والتقدم. أما عاطفيا، حاول تخلق جو رومانسي بتقدر من خلاله تعبر عن مشاعرك للحبيب. أما إذا كنت أعزب، فالفرصة مناسبة تفوت بعلاقة جديدة. العذراء. مهنيا، الحظ معك اليوم، وراح تلاقي دعم لشغلك رغم العرائيل يلي ممكن تواجهك، فما تعطي الهم وخليك متفائل. اما عاطفيا، بتستغل جاذبيتك لاقناع شريكك بوجهة نظرك وراح تنجح. الميزان. مهنيا، خليك مركز بشغلك وما تتاثر بالمواضيع الخارجيه، كما بنصحك تنظم مصروفك تما توقع بضيقه ماليه. عاطفيا، تضحيات بالجمله بيقدمها الشريك بينما بتظهر عندك نوع من الانانيه، وهذا الشيء راح يهدد علاقتكم. عزيزي العقرب، مهنيا بتتخلص اليوم من بعض المصاعب يلي كانت عم تواجهك، وبتنطلق بمعنويات عاليه ونفسيه حلوه تتحقق نجاحات كثيره. اما عاطفيا، مش عم تقدر تتاقلم مع الشريك والمشاكل عم تزيد، فانا بنصحك انك تطلع من هيدي العلاقه، لانه بالمستقبل ناطرك قصص احلى. برج القوس. مهنيا، بتشعر بالراحه نوعا ما، وبتستفيد من بعض الفرص يلي ممكن تتقدم لك. ما تخلي الغرور يصيبك وقدم المساعده اذا انطلبت منك. اما عاطفيا، علاقتك بالشريك هاديه، وبلش الروتين والملل يسيطر عليها، فحاول تلاقي اي طريقه لتكسر هالروتين. اما صحيا، اليوم رح تميل لتناول المأكولات الدسمه، المهم تعرف تضبط حالك بالايام الجايه. الجدي. مهنيا، خطوة نوعية بتحطك بالمواجهة مع زملاء العمل، فخليك واعي على التغيرات اللي ممكن تصير تما تلاقي حالك متفاجئ بالمستقبل. أما عاطفيا، الكل ملاحظ إنه الحب غيرك للأفضل وإنك صرت أروق من قبل، فحاول إنك ما تخسر هالعلاقة بسبب غيرتك العمياء. الدلو. مهنيا، بيلعب الحظ دوره معك وبحط قدامك فرص بتساعدك لتتقدم بشغلك، فاستغل الوضع واستفيد من الاجواء الايجابيه. اما عاطفيا، حاول انك تبعد عن المشاكل قد ما فيك، لانه حركه الكواكب منا لصالحك. صحيا، الرياضه عقل واعي مفيده، فحاول تخصص وقت لممارستها على الاقل مرتين بالجمعه. بننهي أبراجنا 12 مع برج الحوت. مهنيا، بتتخلص اليوم من بعض الصعوبات والعرائيل يلي كانت واقفة بطريق تقدمك، بيساعد أحد الزملاء على تخطي المشاكل بالعمل. أما عاطفيا، بتبحث عن الاستقرار بعلاقتك مع الشريك وبتحاول تتقرب منه أكثر. مولود اليوم بيعتمد على حدثه القوي وعلى المنطق بشكل عام، لا يقنع المحيطين فيه بأفكاره، وهالميزة هي من أفضل صفات مولود اليوم، خصوصا أنه ثقته بنفسه قوية على طول. ما عنده مشكل بالاعتذار إذا كان غلطان، فهو منصالح مع حاله بشكل كتير كبير. لينا من الأشرفية حابة تعرف عن مواصفات طفل برج العذراء بالإجمال. طفل برج العذراء بريء، مرتب، بيحافظ على أغراضه، مهذب، خجول، وهادي مع الغرباء، وبيخبي شقاوته لأهله ولا معارفه. لكن رغم هذا الشيء، منه من الأطفال يلي بيعذبوا وبيعملوا مشاكل خطيرة، ولو كان كتير الحركة بجرب قد ما فيه يكون إنسان هادي، وبيعرف يميز الصح من الغلط بعمر صغير.
هيدي كانت كل معلوماتنا، وانتم كمان اذا عندكم اي اسئله فيكم تتواصلوا معي عبر الايميل horoscopeilian@hotmail.com وانا رح جاوبكم. بلاقيكم بكره بفقره جديده من عالم الفلك.